في الواقع لما كل أساتذتنا وإخواننا بيتكلموا عن الملاحم العربية أو عن السيرة الهلالية بالذات، فهم دائما يقصدون الكتاب المدون، الكتاب المطبوع اللي احنا بنلاقيه على سور الأزبكية مكتوب عليه السيرة الهلالية. لكن الحقيقة الشيء اللي أنا اهتميت به طول حياتي ونظرت له 20 عام من عمري هو السيرة الهلالية المروية اللي بيرويها شعراء الربابة. وشعراء الربابة ده أحب أتكلم يعني حاجة عنهم، مش أي إنسان شاي الربابة وبيغني ده شاعر أو نقدر نطلق عليه كلمة شاعر. كلمة شاعر كلمة كبيرة جدا ومهمة، والناس حتى في القرى الفقراء وجمهور السيرة الهلالية بيعرفوا يفرقوا جدا بين الشاعر والراوي. ويمكن خلال 20 سنة اللي أنا لفيتهم في قرى جنوب مصر أو الصعيد بجمع هذه السيرة الهلالية، يمكن ما صادفتش إلا شاعرين 2 مهمين جدا، وبعتبرهم يعني معجزة زي نهر النيل أو شيء غالي جدا كان المفروض إن احنا نحافظ عليهم حفاظ تام. أولهم الشاعر المرحوم جابر أبو حسين. وجابر أبو حسين ده من قرية اسمها آبار الوكف في أخميم في محافظة سوهاج، وده راجل اتوفى من 4 سنوات. هذا الرجل شبه الأمي شبه الكفيف، بيحفظ حوالي 1,000,000 بيت من الشعر. وطبعا يبدو هذا الرقم مبالغ فيه جدا، ولكن في الواقع أنا مسجل مع عم جابر ده لوحده 650 ساعة، وأنا استبعدت أشياء كثيرة جدا. يعني كان ممكن لو أنا سبته براحته الراجل دون يروي 1,500 ساعة. وطبعا علينا أن نقول أن الراجل مش حافظ هذا الشعر، يعني مش هو بيقف في وسط الجمهور مثلا والناس حواليه وهو جاي لهم من البيت حافظ هذا الشعر، لا، هذا الرجل له طبيعة خاصة معينة في ذاكرته الشعبية، عنده شوية مفاتيح للكلام. وأول ما بيوقف في وسط جمهوره، وجمهوره ده جمهور عارف السيرة الهلالية، عارف وقائعها، عارف أبطالها، عارف أحداثها، يعني الشاعر ما يقدرش يلعب معاه ولا يقدر يعني يحيد عن الطريق القويم. هذا الشاعر بيوقف ويصلي على النبي ويقول شوية مربعات من اللي فيهم الحكم واللي احنا بننسبها خطأ لفارس وهمي اسمه أحمد بن عروس. وأتمنى أن يتاح مرة يعني فرصة نطرح قضية ابن عروس دي ونتكلم حولها. هذا الرجل يبدأ بعد كده في قص أو سرد أو رواية السيرة الهلالية. هذا الرجل يركب المربعات، هو بيحكي بطريقة المربع 4 شطرات، يعني يقول له مثلا يا علام عملتك كبير، خليتك إمام للوزارة، وانت تنفع سبال على بير تملى جلل للعزارة، زعل الزناتي زم الجام، قال فيا جروح عبت وشاحت، وإن كان على قول العلام تونس بلا شك راحت. هذا الرجل طبعا اللي بيروي هذا الشعر الفريد والجميل واللي بيروي عمل بالغ التركيب والتعقيد، لأنه السيرة الهلالية دي ملحمة الشعب العربي، وعلينا أن نفخر بأن احنا لدينا ملاحم. احنا شعرنا العربي متهم طبعا بأنه شعر غنائي فقط، وأنا أعتقد أنه وقع ظلم كبير على شعرنا العربي في قضية أنه شعر غنائي، لأنه هو فعلا شعر ملحمي وشعر تمثيلي، واليونان لا يتفوق علينا في هذا الأمر، فقط لأن الملاحم دي إبداع شعبي عملها الراجل الحافي الواقف يغني الأمي، نحن لم نعتبرها، ودراس الأدب الرسميين استبعدوها. وأنا بعتقد أنه كان في هذا الظلم شديد، لأن احنا مهما أبدعنا أدب، وإحنا مثلا كل الشعراء المعاصرين وغير المعاصرين لا يمكن أن ينجزوا عمل بالغ التركيب والتعقيد والمعمار الفني والبناء وهذه الشخصيات وإلى آخره، يعني كما فعلها هذا الرجل البسيط واللي احنا بنطلق عليه اسم الشاعر الشعبي. أنا منذ الطفولة يعني كان في مكان كده خلف السيد عبد الرحيم في جنة،
وكنت اروح اقعد فيه اربع كده زي ما انا قاعد على الحصيره دي اللي انا قاعد عليها تحت اقدام الشعراء العمالقه، واقعد مع الناس، جيش من الناس قاعدين يسمعوا في هذه القصص يعني اللي ما تعرفها خيال، اللي ما تعرفها حقيقه، لكن الشاعر كان لديه القدره دائما ان هو ينتقل بيك الى القرن الخامس الهجري، يعني يشيلك كده من وسط الناس ويروح يحطك في خيمه مع هؤلاء المقاتلين والابطال، يطرح قيم عظيمه جدا وغير موجوده اصلا في ادبنا العربي. يبعث يعني عالم العروبه النقيه، هذا العالم البعيد اللي احنا بنفتقده في هذا الزمان. السيره الهلاليه كلها من اولها لاخرها هي محاوله لتجسيد قائد مفتقد، يعني ابو زيد الهلالي ده مش مجرد بطل، مش مجرد يعني راجل بس ماسك سيف وقاعد يقطع في رقاب الناس، لا، هذا الرجل لديه من القيم ما يحتاج اليها هذا الانسان الفقير البسيط اللي قاعد تحت اقدام هذا الشاعر العملاق. في الواقع انا لما جيت المدينه هنا، جيت القاهره يعني، كان دائما في ذهني ان انا اروح اجمع هذا العمل الفريد العبقري من الناس اللي انا كنت بسمعهم منهم في الموالد او في ساحات القرى ايام الحصاد، لما كان برضو الشاعر الشعبي يجينا ويفضل يغني لنا وياخد شويه غله من محاصيل الناس. وفي الواقع معظم هؤلاء الشعراء والرواه اصدقائي، وعشت معاهم وعاشوا معايا فتره طويله جدا على الاقل خلال العشرين سنه اللي أنا جمعت فيهم هذا العمل. وأنا بدأت هذا العام في إصدار النص الشعبي يمكن لأول مرة في التاريخ، احنا دايما كنا بنقرأ الكتاب الأصفر المدون، لا، لأول مرة هيبقى فيه النص اللي بيقوله شاعر الربابة، وهو يعني النص مكون من حصيلة كل اللي قالوه شعراء الربابة اللي أنا عصرت عليهم. وفي الواقع ان السيره الهلاليه هي مش مجرد عمل فني بالنسبه للناس البسطاء. السيره الهلاليه شيء اقرب الى الـ يعني الميراث الديني، وهو فعلا فن السيره ده اصلا فن الى حد ما تتعلق به الروائح الدينيه، واصلا تراثه بيمتد الى السيره النبويه للرسول عليه الصلاه والسلام. فمجرد ما بيتقال سيره بيبقى فيه هذه المسحة الدينية في العمل. وطبعا هذا الشاعر اللي بيروي تاريخ أبو زيد الهلالي والعرب هو أصلا بيعتقد أنه أبو زيد الهلالي أم خضرة الشريفة وتنسب للنبي المختار، يعني برضو قصده قصد ديني. ولولا أنه أبو زيد الهلالي ده من الأشراف وجده هلال اللي هو الهلال الكبير دون، يقال أنه في موقعة تبوك قبل بلاء عظيما يعني، وأنه الرسول باركه، ومن هنا يعني هذه البطولة اللي هي متمثلة في هذا العالم أو في هذه القبيلة، قبيلة هلال وأحلافها من زحلة وسليم وزغبة وإلى آخره يعني. وأنا يعني كل ما أجرب يعني من هذا الشعر أنا فعلا يعني الإنسان يخجل من يمكن كل إنتاجنا المعاصر. ليه؟ لأن أنا بعتقد أن مصر دي طراحة وممكن تجيب شعرة زينا وأفضل مننا آلاف المرات، لكن ولأن العصر بيتغير ولأن أجهزة الإعلام بتغزو ولأن الحياة الفلاح بالذات في صعيد مصر بتتغير هذا التغير الرهيب، وبالذات بعد الهجرة للبلاد العربية والعودة بالفيديو والكاسيت والراديو والتلفزيون إلى آخره، أصبح في خطورة شديدة على الأدب الشعبي. مش بس كده، كمان أن الإبداع الشعبي نفسه بدأ يقل وبدأ يضمر، وظاهرة الشاعر الشعبي في طريقها للاختفاء. وأنا بحمد الله أنه من وقت مبكر جدا حسيت بأنه في خطر يهدد شعر الناس، زي ما أنا قلت في شعر اللي هو شعرنا وشعر أبدعوا الشعب المصري العظيم، وهذا الشعر اللي أبدعه الشعب المصري لا يقدر يبدعه أنا ولا غيري. بالعكس، أنا بعتقد أن ملحمة بني هلال من كتر ما أنا بتأمل فيها عطلت عندي الشاعر إلى حد كبير جدا. إذا نقتل أقتل.
دول ابني. هو ليس ابنك. الحق يشهد والكتاب ينزل. الحق يشهد والكتاب المنزل. بأنك رسول الله طه الأفضل. صلعتنا ببشائر وفضائل وظهرت للدين القديم الأول. مقالات رزق مقالات رزق الأمير الجعفري. أبيات شعر مثل حب الفلفل. ألفتهم والقلب مني مغرم على مجرى من خضر خرابيت منزلي. جبتك شريفة هاشمية مناسبة. جبتك شريفة هاشمية مناسبة. قد خاب فيك يا قبيحة أملي. جبتك محل جيدة. جبتك محل جيدة. ما فيكيش دلس. كيف عبدي غيري كيف عبدي غيري على زرجك مستعجل. خضر ارحلي خضر ارحلي ثم ارحلي. بعبدك الاسود ولا تتمهلي. ما رحلت يا قبيحة بسرعة. لا أقص عمرك بالقضاء المنزل. قالت فتاة الحي خضرا اللي شكت. شوف خضرة الشريفة بكت ناحت قالتيه وكل من اللي النبي صل عليه. أهم ما في السيرة الشعبية إنها بتثري الخيال لما تحتوي على بلاغة في التعبير وفي الصورة الشعرية. فلو مثلا استمعنا وعايشنا الشاعر الشعبي وهو بيحكي عن مقابلة الزناتي خليفة لأبو زيد الهلالي في ميدان المعركة، نلاقي مثلا بيقول: من الصبح لما أذن الظهر قلوب الرجال اتملت قهر. من الظهر لما أذن العصر
الخيل تتعصر عصر، عجج الخيل بقى دخان. من العصر لما أدن الغرب يقصد المغرب، الحد والنصر والغرب يقصد الغربان، فرحان فابو عمر ضايع. أو مثلا لما يقول خليفة يرمح رايق أبو زيد ينزل بعكار، خليفة يفتح طاقة لسمر سددها ببان، اتلجاني يا زناتي ولد ليلة ما يعيش نهار. أو إذا استمعنا إلى أبو زيد الهلالي وهو بيحذر الخفاجي عامر من مقابلة الزناتي خليفة ويقول له الزناتي ضرباته عسرة، يجيلك كما بحر مسرة يصب عيالك يتامى. أي تصور لنا احنا على خشبة المسرح قادرين ان احنا نقدمه علشان نوفي هذه البلاغة وهذه الشاعرية وهذه العظمة في الصورة اللي بيؤديها الشاعر حقه؟ لا أتصور إن مجرد إن إحنا نطلع حصانين معمولين بالسفنج أو مكتات معمولة لخيل ونخش في مبارزة بتستدر الضحك علشان نصور بيها البلاغة العظيمة اللي بتنفرد بيها السيرة الشعبية. من هنا فإن إحنا لابد إن إحنا نترك الشاعر الشعبي يلتقي مع وجدان الجماهير ومع حسها الشعبي علشان خاطر يقدر يغذي الخيال وكل واحد يتصور المعركة بالصورة اللي هو قادر عليها. أيضا الشاعر الشعبي ليس مجرد مطرب وليس مجرد مغني، ده بيتمثل الشخصيات عندما تدخل في حوادثها وفي واقعها، فهو بيبقى أحيانا أبو زيد الهلالي وأحيانا الزناتي خليفة، ثم يخرج مرة أخرى للشاعر اللي بيحكي لنا هذه القصة. السيرة الشعبية دائما الحس الجمعي والضمير الشعبي بيستعدها أو بيخلقها لما بيكون في حاجة إليها. فمثلا إبان انكسار الثورة العرابية استعاد الحس الجمعي الشعبي المصري سيرة بني هلال. في أعقاب نكسة 67 استعاد الحس الشعبي أيضا والوجدان الجمعي والضمير الشعبي علي الزيبق وسيرة السيد البدوي والعديد من هذه السير. ليه؟ لأن السيرة الشعبية بتحفز الهمم وبتحافظ على الذات القومية لما بتحتويه من قيم، قيم النضال وقيم البطولة وقيم الصمود أيضا. أيضا أدهم الشرقاوي كان صورة للصراع الاجتماعي. أحيانا بيخلق الضمير الشعبي والوجدان الجمعي قصص جديدة تدخل في نطاق السيرة بما نسميه بالموال القصصي، زي جميل وشلباية هي إحدى الحكايات أو الموال الجديد الذي يمثل نوع من أنواع السيرة الشعبية. هناك أيضا شكل من أشكال السيرة وهو شكل المداحين الشعبيين منذ أقدم السير التي عرفناها، بداية من سيرة الخليل وسارة. هؤلاء المداحين الشعبيين اللي احنا شفناهم زمان في صغرنا بيمروا على الأبواب وبيلزموا رحلات الحج، وفي المواسم وفي الأعياد وفي المناسبات الدينية يقصون علينا سيرة الأولياء ويمدحون في صفاتهم، وبذلك سموا أو أطلق عليهم مسمى المداحين. المداحين الشعبيين أيضا بيحملوا من القصص الشعبية ومن الحكايات ومن السير ما نحن في حاجة إليه عندما نكون في حاجة إلى البحث عن قيمة افتقدها المجتمع، وبننبش في جزرنا وبننبش في تاريخنا علشان مرة أخرى نستعيد ما حملته الأجيال من ميراث عظيم نحن في حاجة إلى استعادته. أيوب يا صابر على البلاء، أيوب مصر الصمود والعفة ومهما كان يشتد بيها الكرب، نعسة العفيفة الصامدة مصر، أيوب مصر نعسة.
خايف حتى نخش في الفلا والطير. ما فيها فارس زي انا همام، فارس وصاحب مال والابن فوق الكل. ترفضني؟ ترفضني ليه؟ وايوب اللي تختار انه مجفاني ونار في القلب ما تخمد. ليه يا نعسة ليه؟ سؤال بينهش في كبدي زي وحش. شمعة وايدة الدار يا نعسة، وردة جميلة بالندى الطاهر، بريحة مسك فواحة. الحمد للوهاب كتب تكوني من نصيب ايوب. لكن سؤال في القلب لازم نسأله. الحب نور والقلب لازم يكون كما البنور معاه. افتح فؤادك لنعسة يا ايوب وقول. عارف جواب السؤال لكني نفسي اسمعه. سؤالي، ليه من بين جميع الناس حتى اولاد عمك اخترت ليه ايوب؟ المال انا اكتر، السطوه انا الجبروت في وسط الناس، نار الشباب جهنم جوه دمي. طب ليه بقى؟ فاهمه مرادك وعارف انت ردي عليه. المال يا ايوب عمره ما دام، ولا الشكل المليح بيدوم، لكن المقدر اني اختار اللي دايم، اختار الاصيل صاحب القلب الكبير والعقل مليح الروح يا ايوب. مليح الروح. مبروك عليك مليح الروح يا نعسة. بكرة زمان يعلمنا كمان ونقول مليح الروح وياه الهنا كله. دستور يا سيادي، همام على الباب جاي يهني ولاد العم. ملك لله الواحد الديان، ملك لواحد لم يشاركه وسكالي من خمرته. ادي وليفك اللي فاق الكل، التوت بيرعى فيه كما تفاحه بتعفن. التوت بيرعى فيه ما تنجديه ولا ينجدوا 2000 طبيب. ارعى يا دود، ارعى يا دود، شيل السدود من سكتي. ارعى يا دود. Thank you.
هذه السير بتمثل التاريخ الشعبي وبتمثل الأدب غير الرسمي، وإن كان أدباً يحمل من الصدق ومن الدلالات التي بدأنا في اكتشافها في الربع قرن الأخير ما يجعلها ترقى في الأهمية إلى مستوى الأدب الرسمي وأحياناً تتجاوزه. لكن بتأتي الأهمية التالية في مسألة الإبداع، علاقة المبدعين بهذه السير الشعبية وبالذات في مجال المسرح. هذه العلاقة في الحقيقة بتتوقف على نقطتين، لأن حكاية السيرة الشعبية والتراث الشعبي هناك من ارتبط بها عن صدق، وهناك من ارتبط بها كموضة، ومن الضروري أن نفصل بين ما هو حقيقي وما هو زائف في هذه المسألة، لأن أحيانا بتختلط الأوراق وده بيبقى شيء ضار للغاية. في رأيي أن الذي يفصل في هذه المسألة بالنسبة لأي مبدع يتعامل مع السير الشعبية في المسرح أو في غير المسرح هو نقطتين. النقطة الأولى هو إدراك جوهر السيرة الشعبية وإدراك الظرف التاريخي الذي أبدعت فيه، دي نقطة. النقطة التالية هي الوعي بالواقع المعاش بالنسبة للي بيبدع، لأن إذا كان هناك إدراك حقيقي للسيرة وإدراك حقيقي للواقع المعاش هنستطيع أن نجد العلاقة الحقيقية التي تربط الواقع الذي نعيشه بالتراث الذي نتعامل معه، وهنا بيكون الفارق بين الزائف والصحيح في الإبداع الذي يتعلق بالسير الشعبية وبالتراث الشعبي بشكل عام. هتوقف عند سيرة شعبية كمثال للكلام اللي اتقال، وهي سيرة عنترة والتي تناولتها في مسرحية بنفس الاسم. عنترة تعتبر من أقدم السير الشعبية التي كتبت زي ما قلت، وارتبطت بفترة المجتمع الإسلامي في بدايته. طيب كانت بتقدم إيه أو بتقول إيه لهذه الفترة وما السبب إبداعها؟ لأن زي ما قلنا أن كل سيرة من السير وراها باعث قومي هام لإبداعها أو لإفرازها في شكل أدب شعبي. هذه السيرة وهي عنترة كتبت في فترة كان المجتمع الإسلامي في بداياته، وبدأت علاقاته بالفرس والرومان أو بعد انكسارهم، فكانت الجاليات الفارسية والجاليات الرومية ما زالت محتفظة بمقوماتها الحضارية، وكان في نزعة شعوبية في هذه الفترة مصدرها الفرس والروم، وخاصة بعد هزيمتهم، بتؤكد نوع من الاستعلاء على المجتمع الإسلامي باعتباره مجتمع لم يتوفر له مقومات حضارية بعد بمثل ما تكونت لدى الفرس والروم واستقرت. هذه المباهاة الشعوبية كانت لها رد فعل في المجتمع العربي ولدى الشعب العربي في هذه الفترة، وجاءت سيرة عنترة رداً على هذا. إزاي؟ سيرة عنترة ببساطة شديدة جداً بتقدم معايير أو نموذج مناقض تماماً للنموذج اللي بيقدمه المفهوم الشعوبي لدى الفرس والرومان. بتقدم إيه؟ بتقدم واحد جاي من قاع المجتمع وليس يستند إلى نسب وإلى جنس وإلى أي مما يستند إليه المعايير الشعوبية التي تحكم الفرس أو الرومان، أو التي تحكم الفرد في مثل هذه المجتمعات، والإحالة واضحة ما بين الفرد وبين المجتمع ككل. هذا الفرد لا يعتمد على أي من هذا، وإنما يعتمد على مواهبه الفردية فقط كفارس وكشاعر، يعتمد على السيف وعلى الكلمة، وبالسيف وبالكلمة أثبت ذاته وانتزع الاعتراف به، شيء شبيه بالفعل بما حققه المجتمع الإسلامي عندما نهض
وقام على الكلمة وقام في نفس الوقت على الكفاح من أجلها بالسيف، فحقق ما حقق، وجاءت الحضارة العربية بعد ذلك بما حققته للحضارة الإنسانية بشكل عام. عنترة البطل بكل مسل البطولة مادياً وأدبياً، هو كان يسخر مواهبه هذه لتأكيد ذاته والانتزاع الاعتراف به فردياً. لكن الفرد في عصر الشعوب وفي هذا المجتمع المعاصر لم يعد يستطيع أن يفصل ما بين قضيته الفردية وقضية المجموع، حتى على مستوى أبسط المشاكل اليومية التي نعيشها. لو توقفت عند أي مشكلة وحاولت تنظر إليها من زاويتك الخاصة فلن تستطيع، ولكنك تجد أن ثمة إلزام محتوم يربط ما بين مشكلتك الخاصة ومشكلة المجموع معك. من هنا فجاء محاولة عنترة في السيرة لتقليص ذاته فقط نقطة للخلاف في الطرح المعاصر، نقطة للخلاف في الطرح المعاصر عندما تعاملت مع عنترة في المسرح. عنترة لو جاء في هذا العصر وحاول أن يعالج قضيته كعبد يطلب التحرر فلن يستطيع أن يعالجها بشكل فردي، ولكن أن يجد أن القضية مطروحة على مستوى جماعي ولا يستطيع أن ينفصل عن ذلك. وحين ينفصل عن ذلك فإنه يصل إلى لا شيء. هذا باختصار ما كانت تطرحه المسرحية دون أن تصادر على ما هو جوهري وحقيقي في السيرة. وده بيقودنا إلى قضية هامة في التعامل فنياً مع السير الشعبية. السير الشعبية تستطيع أن تعالجها وتتخذ منها موقف نقدي لصالح مشاكلك العصرية، ولكن بما لا يجور على ما هو أساسي وجوهري في هذه السير، وهو ما كان في سيرة عنترة وأيضا ما كان في تعاملي مع سيرة علي الزيبق. لو ربطوا إيدينا بكرة بكرة نحرروكي، لو ربطوا إيدينا بكرة بكرة نحرروكي. وأنا حاول أقول لكم بعض نماذج مثلا من هذا الشعر. يعني مثلا حسن الهلالي ده طبعا رئيس بني هلال، يعني سلطان قبيلة بني هلال، وهم يقولوا سلطان على الرئيس. أبو زيد الهلالي فارس بني هلال، كل ليلة يطلع يقابل خليفة الزناتي، وخليفة الزناتي دون يعني من أفضل الفرسان في السيرة الهلالية رغم أنه مش هلالي. وهذا الرجل يعني على قدر كبير من العظمة والفروسية والخلق العالي للفرسان. طبعا الرجل بيحمي تونس ضد غزوات العرب اللي هاجمين على بلاده. كل ليلة أبو زيد الهلالي يطلع يحارب في خليفة الزناتي ويرجع لا غالب ولا مغلوب 99 ليلة، وبالليل يقعد في ديوان السلطان حسن ويقعدهم يعني يتكلموا عن حرب النهاردة، يقيموا حرب اليوم ويخططوا لحرب الغد. فحسن بيقول له يا أبو زيد يا أبو شال على القرن مايل. طبعا الفارس كل ما كان فارس وكل ما كان من العرب البينين أو من وجوه العرب كل ما تلاقيه كده يطنجر عمته على طرف راسه يعني. فحسن بيقول له يا أبو زيد يا أبو شال على القرن مايل، ياللي بحرك كل يوم بيزيد يا غندور عرب الهلايل، أنا حملي تجيل دشدش الغرب، الغرب يعني الكتف، احنا بنقول الحبل على الغارب يعني. أنا حملي تجيل دشدش الغرب يا بالعروض النظيفة، بالله إيش عملت في الحرب أنت والزناتي خليفة؟ قال له يا حسن أقعد ورسيك وحياة المشرف نبينا، أنت تجلس على كرسيك حموله تجيلة خليفة. اللي يقول الحق حلال مش حرمة، كلمتي وافهم معناها، خليفة لو صرخ وسمعته حرمة حامل تسقط ضناه. لو جناله في سن 20 أبو شال على القرن مايل
كان فضل فينا العشرين وكان نهب بنات الهلايل. لو جناله في سن 30 راجل 7 من جوا غابة كان قتل فينا التلتين وكان سبى بنات الزغابة. لو جناله في سن 40 حمول البلا مش خفيفة كان قتل فينا الربعين وكان خد خضرة الشريفة. لو جناله في سن 50 راجل تغير طباعه ومن يضربوا بالخميسين ينسيه لبن الرضاعة. لو جناله في سن 60 راجل زعيم المجادم كان نهب من 60 الناعسة وعالية بنت جابر. لو جناله في سن 70 راجل على الموت مجارب كان يحارب بالسبوعين من شمشها للمغارب. إلا جناله في سن 80 أبو شال على القرن مايل مهما كان راجل كبير لكن شتت عموم الهلايل. وأنا بعتقد أنه الفارس لما يتكلم عن عدوه بهذا الشكل يبقى لا شك أن الفنان اللي خلف البطلين هو فنان يدرك معنى الدراما ويدرك معنى الصدق العملي الفني وأنه لا ينصر جانب على جانب. وأنا بعتقد أنه هذا العمل آن الأوان للإطلاع عليه وآن الأوان لتدارسه وآن الأوان لأن نستفيد منه في مسرحنا وفي روايتنا وفي قصصنا. وأنا بعتقد أن هذا العمل سوف يؤثر على أدب المستقبل تأثيراً كبيراً.